مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم الدوري تحت المجهر. معكم هذا العكرت، واليوم سنتحدث عن الإخلالات بالتوازنات الطبيعية وإلى ماذا تؤدي بهذا العالم. العالم هو على مسار في الدخول في مرحلة صعبة جدا، وأعتقد أننا أبناء هذا الجيل سنكون من التعساء الذين سيشهدون هذه المرحلة. قد يكون الكثير منا يعيش في أمان، لكنه أمان مزيف صنعناه لأنفسنا لنهرب من الواقع. وهناك الكثير من المؤشرات التي تنبئ أننا مقبلون على مرحلة صعبة قد تكون أصعب مرحلة مرت على تاريخ البشرية. بالرغم من أننا نعيش في مرحلة صعبة، إلا أن القادم سيكون أصعب. النفط في طريقه إلى الزوال، والكثير من الباحثين أكدوا على أن النفط سيندب خلال العقود القادمة في ظل الاستهلاك المزيد وعدم توفير البديل الفعال في مجال الطاقة، وهذا يفسر سبب الكثير من الحروب التي كانت تقوم بها الدول العظمى للاستيلاء على ما تبقى من النفط. كل الأمم كانت تسير وفقا لخطتها المسبقة وتحاول أن تبحث عن مصلحتها في المستقبل أينما كانت، ولكن اللحظة التي سيفقد فيها العالم روتينه اليومي قادمة بسبب الشحي الكبير فيما تبقى من النفط. وسوف تنجح بعض الدول لسيطرتها على ما تبقى من النفط لامتلاكها مصادر أخرى للطاقة، وستكون الحياة شبه معدومة في بقية العالم، ولن يستطيع العيش إلا من كان مستعدا لهذا الوضع الصعب. هل أهل الأرض مستعدون؟ لأنها لن تكون المشكلة الوحيدة التي ستواجه أهل الأرض الجدد. تشير الأمم المتحدة على أن مليار شخص محرمون حاليا من مياه الصرف، وأن 3.4 مليون نسمة تموت سنويا بسبب تلوث مياه الشرب. المياه كسلعة متوفرة ومتجددة يمكن الحصول عليها بسهولة وأمون غاية في الخطأ، إذ أن الماء هو عكس ذلك تماما، فهو غير متجدد في مصادره ويتبخر بسرعة، وثمة تشحم متزايد بسبب التغيرات المناخية وخاصة في المناطق الجافة مثل الخليج. ولهذه الأسباب فإن الافتراض الذي توصل إليه بأن المياه ستصبح أغلى من النفط هو في سوف ينتهي الزمن الذي كنا فيه نشرب ونرتوي، ويأتي الزمن الذي سوف نبحث فيه عن قطرة ماء للبقاء، وفعلا سيصبح الماء أغلى من أي وقت مضى، وخصوصا إذا علمنا أن مواردنا معرضة للجفاف، وإذا علمنا أن تحليل المياه خلال العقود القادمة سوف تكون شبه مستحيلة إذا ما جفت منابيع النفط ولم يوجد مصدر بديل للطاقة، وسيبقى القليل منها لتصبح ميدان معركة الأمم من أجل البقاء. ولا شك أن مما سيزيد الأمور تعقيدا أنه خلال العقود القادمة سيصل التعداد السكاني إلى 9 مليار شخص، وإن لم يتم رسم حدود وإيجاد بدائل فلا يمكن لأهل الأرض النجاة إلا إذا ضحينا بنصفهم لكي يعيش النصف الآخر. سيعيش أهل الأرض الجلد خلال العقود القادمة أصعب مراحلهم بسبب شحي المياه وجفاف غالبية آبار النفط، وهناك ظاهرة أخرى ستصيب أهل الأرض التعساء بسبب النشاطات الأرض غير المسؤولة. سيرتفع الاحتباس الحراري إلى أعلى مستوياته خلال العقدين القادمين، والاحتباس الحراري يعني ارتفاع حرارة سطح الأرض وحدوث ظروف بيئية ومناخية سريعة التطور مدمرة وغير قابلة للتراجع والعودة إلى الظروف الطبيعية. لم يعد خافيا ما ينتظره العالم من أخطار بسبب الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية الملازمة له، فقد دق العلماء ناقوس الخطر بعد أن لاحظوا آثار ذلك في ذوبان الجليد في المناطق القطبية، بما يهدد بارتفاع منسوب المياه في البحار وغرق كثير من المناطق الساحلية في مختلف أنحاء العالم.
ولهذا وبانوا الأقطاب الشمالية والجنوبية وغربي المدن الساحلية هما التأثيران الواحدان للاحتباس الحراري. الحياة البرية تتضرر في أسوء الأحوال، قد ينقرض حوالي 40% من أنواع الكائنات الحية. الفيضانات والبراكين والسباب قد تجعل العشرات لا بل الآلاف من الملايين البشر لاجئي المناخ. إنما يحدث ليس وليد الصدفة، لأن الأرض يفترض بها أن تسير بشكل دقيق وموزون كما قال الله تعالى في آياته. من الشيطان الرجيم. وأنبتنا بالأرض كل شيء موزون. إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره. ولكن البشر خالف أوامر المدبر وأخذ بموازين الأرض. استغلال، حرام، كفر بالنعمة، إسراف، لذلك يا أبناء جينا التعساء علينا أن نصلح ما أفسده البشر في هذه الأرض، وإلا تجرعنا مرارة الأعوام القادمة وأصبحنا الخاسر الأكبر في تاريخ البشرية. وسوف نحاول الإصلاح بالطرق السليمة ونشر الوعي بين البشر، وإذا احتاج الأمر إلى العنف فلن نتردد في سبل الحياة الكريمة لجيلنا والأجيال اللاحقة. وإذا نجد من يعاوننا في رسالتنا الإصلاحية فسوف نستعين ببقية الكائنات الحية التي سوف تواجه نفس مسارنا. وإذا نجد دعما من طرف الكائنات الحية فسوف نضطر إلى الاستعانة بالمخلوقات الفضائية لأنها أكثر عقلا من بني البشر. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على متابعتكم لبرنامجنا الدوري تحت المجهر أي التوازنات الطبيعية. نلقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله.